اليوم بدي ارجيكم جيم اسمه كاسل ستورم 2. هلا كاسل ستورم 1 جيم طلعت من فتره وكانت اظن على التليفون حتى. اجوا يعملوا الجزء الثاني، حاولوا يعني انه يرفعوا المستوى شوي، بدهم يجيبوا اشياء جديده. فقلبت لها لعبه استراتيجي، غير انه بدك تقاتل بين القلاع، كمان بدك تعمل دوله وتلم ريسورسز، وبدك تصير تظبط الكاركتر تبعونا. اوكي حنجي مثلا في عندك اللي هو الكاركتر تبعك الرئيسي، اوكي، ومعه الاسلحه تبعه والجنود معه وكذا، وفيك حتى تغيرهم. يعني مثلا في هدول كروسيدرز، ممكن تحط سحره، ممكن تحط ارشرز بيرموا شو اسمه اسهم وهكذا. طيب هلا هعمل اكزت من هون. طبعا فيك تعطيه سحر وفيك تعطيه اسلحه اللي هي البالستا اللي فوق هي. هنطلع اكزت وورجيكم كمان الشيء الثاني اللي هو القلعه. كمان عندك قلاع، وهدول القلاع كمان فيك تقدر تعمل لهم ابجريدز، بتختار شو الناس اللي حيوقفوا فيهم. بتيجي تقول مثلا اوكي حط لي هدول حيطلعوا هاد. وطبعا بيكون في علم هون، والفكره انه لما تصير قتاله بيكون في علم، بدك تقتحم القلعه وتاخذ العلم وترجع فيه على الكام، واللي بيفوز طبعا بهي المعركه هو اللي بيفوز. تمام وهكذا. اوكي خلينا بس نرجع، خليني اضبط كمان الكاركتر تبعي مره ثانيه لانه بدي فوت على معركه هون، بدي يكون جاهز. اظن ليكو يس. خلينا نضبط هدول الاسلحه. مورنينج ستار، سماش وولز اور بومز، اوكي هاي خلينا نحطها مثل ما هي. حنحط سيكريت سبير، اوكي خلينا نشوف شو يعني كله هاد. طبعا بس تبلش الجيم يعني بس بلش تال حتبين معكم مظبوط. هون مثلا خلينا نجي نقول هاد حيروح لهون، بيطلع لك خيارات مثل كتير جيمز اللي هي الادفنتشر. لك مثلا whoever put these whoever knew spiders were intelligent، بهذا العالم العناكب او عقلاء وعندهم مخ وبيحاولوا يتاجروا معك بدل ما انه بس يقاتلوك. تمام هلا هون مثلا اعطوني التفاح، انا فيني اروح اخذ هذا الصندوق، بس اللي حاعمله اني حجرب فوت هون. وفي مرات بيطلع لك هيك حكي، والحكي طبعا صور وكتابات بدك تقراها. هلا يعني ما الله يجعلها قصه بالاخير، يعني ما قضيه، يعني عرفتوا مو هلا قضيه القصة العظيمة. طيب كيف الجيم تمشي؟ عندك 10 دقائق انه يجوا يقتلوني، بدنا نحاول نصمم هلا الفكرة او لا نحن بدنا نهاجمهم. فانا حطلع هلا الكوماندر تبعوني مشان يقاتلوا. هلا هون عم يحاول انه يقصف لي الهاي. اوكي هيك كسرنا له اياها قبل ما يكسرنا نحن الوضع. اوكي وهلا حيطلعوا شو الجنود تبعي ويحاربوا. بدك تحاول انك تصل للقلعة تبعهم وندمرهم. اوكي هذا رجع صحي. هاد خلينا نهد ال خلص السبيل باور. شايفين في هون على اليمين في اخضر، هذا اذا تعبى بتقدر تصير تضرب الضربات تبعك. هون بس خلينا نعمل هيك. ليكو فاتت بالباب. اوكي خلينا نجيب كمان شوية جنود، خلينا نحط هاد وكم من واحد من هون. اوكي وفيك بأي وقت يكون عندك 10 على الساحة. اوكي خلينا نعمل هاي، هذا هيك وهذا الثاني. خلينا نجيب الهيرو، خليه يجي قاتل. ونجيب بدنا نجيب الساحره كمان، لازم الساحره. اضرب. اظن يمكن احسن شيء اني اجيب هدول بما انه الضرب عم يجي. نجيب هدول الجنود العاديين. هاي او لا الاحجار هذول الثلاثه.
اوكي بلش يصير تمام. وطبعا بتصير المعركه هلا، المفروض انه يروح على الغرفه الورانيه لحتى يجيبوا العالم من هنيك ويرجعوه على البيس تبعه. هلا في جاي دعم anyway وصلوا اظن. خلينا نجيب شويه بريست يعملوا هيل. هلا اذا اذا ماتوا الجنود تبعونك لما ترجع المملكه بتصير بتحط لهم اكل وبتعمل لهم ابجريد وهيك. هلا ليكو شال العلم وراجع. له ليفلز واشياء طبعا، ليفل من 1 لـ5 بعدين خلص اعلى شيء 5. هذول الجنود العاديين انا ملفلهم على الاخير فمشان هيك قوايا يعني طلعهم لما بحتاجهم مظبوط. هذا ليكو راجع سخي هيك الوداع. كلين هاي وصلت وفزنا بالمعركة تمام. فهذا اللي هو الكاسل ستون. فانت يا عم تعمل ستورمينج لكاسل وعم تحاول تاخذها. تو باتل ريزولتس خلصنا هيك. هلا الشيء اللي ما ورجيتكم اياه لسه طبعا هون بتيجي بتشوف شو مين لفل مين كذا بتعطيه، فيك تعمل له تلفيل، فيك ترجع مثلا اذا لقيت انه في كتيبه من الكتايب عدد الجنود فيها قليل فيك تستعمل الاكل لترجعهم. بس هذا عملت له ترين رجعته، هذا مثلا نعمل له ترين رجعه بس لازمه هولي اسنس. فلازم يكون عندي مبنى اللي هو البريست لحتى يعمل لي الهولي اسنس. وهون انا اخذت القلعه تبعهم فصارت الي تمام. وهدول الكوستات كلياتهم بنروح نحاول نسويهم وكذا لحتى نظبط الامور تبع المملكه تبعهم. تمام. وعم تمشي عندك اللي هي الكوستات هي اللي هون تمام، وعندك اللي هي الكوست الذهبيه هي هي المين كوست اللي لازم تلم 2000 جولد لحتى تتقدم. اظن يمكن خطف الملك او شيء بتاع هي الفديه تبعه او شيء اذا ماني غلطان يعني. خلينا نجي نشوف شو هذا عم يعمل. سير جافن بلا 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 نعمل سكيب. اوكي هذا الشرف قال لك ديفيت ذا دوك تجي هون. فيك تهاجمه يا اما بواحد بالهيرو الرئيسي بس الرئيسي او نبعث الكتيبه كامله. فالفرق انه في منهم بيعطيك ريبيتيشن، الريبيتيشن بصير الانتاجيه اعلى. فكل ما كان الريبيتيشن تبعك اعلى كل ما كان انتاجيه اعلى. طيب احنا هلا خلينا نعمل هاي نطلعها نطلع واحد معه هيك. هدول 2 سحرة نبلش نضرب فيهم. وهدول حنضرب هيك الحجار. طيب ونستعمل سحر. هلا الحلو وين بالجيم هذا؟ مثلا انت حابب تفوت بالمعركة تاخذ الكاركتر وصرت صار لك. وفي لهم طبعا كوستات خاصه فيهم بتعطيهم الاكس بي مشان تلفلوا اسرع. مش قتلوا لي الساحر الرئيسي تبعي، المفروض ما كان بعتها لحاله كان لازم بعتها مع جنود. اضربهم بالرعد، عندي كثير مانا فيني استعملها. طبعا فيك تشحنها بعدين اذا خلصت لانه هي خلصت مثلا بس عندي واحدة تانية. ضربناهم بهذا الشيء. يلا روح. طيب نبعت هاد ومعه شوي من جنود القوايا لحتى اخلص المعركة مظبوط. هلا احتمال يطلع لي رئيسهم. هيو I'm
انا عم استعمل الدرع تبعه لحتى يصد الضربات. بتحط هدول قدام، انت طبعا ما بتتحكم هن وين، بس مع اللعبه بصيروا هن لحالهم بيروحوا قدام، تحط بقيه الجنود تتبعونك ورا. فهي لعبه مثل اركيد يعني. كاسل ستورم 1 كانت بس هذا الشيء. كاسل ستورم 2 عملوا اللي هو انك تضبط المملكه وتعمل الاشياء تبعك. فهون مثلا قدرنا نخلص هاي، هذا لفال نعمل له بروموت صار اقوى، تمام، صار عنده ستاتس اعلى، الهيلث والستامينا والدامج وكذا والقصص هاي. هاي ديفيتد، ما حنقدر نستعملها المعركه الجاي. سشين دكتور ما بعرف شو، اوكي فوت ايفر. انا بصراحه ما عم بقرا الستوري نهائيا، عم بلعب الجيم بس هيك. اوكي هاي هي كاسل ستورم. بكل بساطه هاي هي فكرتها، ظريفه حلوه يعني، اللي بيحب هيك العاب ممكن ينبسط. الجيم هي اذا ماني غلطان حاطينه بس على ايبك ستور، ما بعرف اذا حطوه على ستيم ولا لسه، بس موجود على ايبك ستور اكيد. ما شكرا كثير، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. نشوفكم بعدين، سلام.